استاذ همام، مكتب سيادة الوزير معك. ايه استاذ رؤوف، امور. نعم السيد الوزير طالبني فورا. خير ان شاء الله. طيب طيب انا جاي. لا لا ما رح اتاخر، مشوار طريق بس. اهلين وسهلين، الله معك. الو امراه، جهزوا لي سياره، انا طالع بعد ربع ساعه. الله معك. شوف يا استاذ هما، انا رح ادخل بالموضوع مباشره بدون اي مقدمات، وبتمنى منك انك تتفهم كل كلمه رح اقول لك اياها. وبصراحه ما رح اخبي عليك شيء ابدا. تفضل. خير لا سمح الله سيادة الوزير، ما فهمت عليكم شيء. بدر مني لا سمح الله شيء ما بيعجبكم؟ مو مسألة بدر أو ما بدر، بس اللغط كتران حواليك الأيام. لغط؟ لغط مثل شو؟ بصراحة نحن عم توصلنا تقارير كتير ضدك. تقارير؟ تقارير شو؟ من مين يعني؟ مو المهم تعرف من مين، لأنه نحن كمان ما حاولنا نعرف، بس يكون بعلمك انه هالتقارير صادره من عندك، من جوات مؤسستك، والمعلومات اللي فيها خطيره كثير وغير مطمئنه، ونحن رح نحاول نتاكد منها بالايام المقبله ان شاء الله. معلومات خطيره؟ مثل شو يا سيدي؟ يعني اتهامات بالفساد والرشوه، وصفقات عم تتم من تحت الطاولات، وعمولات بالمخفي، وهذا طبعا غير اتهامك بالبيروقراطيه والمحسوبيه. اعوذ بالله يا سيدي، شو هالكلام الخطير هاد؟ صدقني يا استاذ، هالحكي كله ما له اساس من الصحه، وانا باكد لك على هالشيء. اهدى شوي، اهدى، ما في داعي تعصب. العصبيه عمرها ما حلت مشكله. في عندي مثلا تقرير اجاني من يومين وما عليه اي توقيع، بيقول انك المسؤول الوحيد عن وفاه الاف الصيصان بسبب صفقه العلف الفاسده اللي وقعتها حضرتك. بقى شو قولك يا سياده الوزير؟ هي الصفقة بالذات تمت بمعرفة اللجنة الفنية، وأنا دوري فيها مجرد... شوف، بالوقت الحاضر أنت مالك موضع اتهام، كل ما هنالك أني حبيت ألفت نظرك للمعلومات يلي عم توصلنا، ومن هون لنتأكد من صحة المعلومات هي أو عدمها يخلق الله ما لا تعلمون. يا سيادة الوزير، ثق تماماً أنه في ناس عم تحاول تشوش علي بأي طريقة، لانها بصراحه غيرانه من نجاحي الباهر باداره شركه الفراريج والصيصان المتحده. سياده الوزير، انا ما راح دافع عن نفسي، بس الارقام هي اللي بتحكي. انا من وقت ما استلمت اداره هالشركه زاد انتاج الصيصان من 20,000 صوص الى... معلش استاذ همام، ما في داعي للحكي هلا. قلت لك انت بالوقت الحاضر مالك موضع اتهام، انا عم بلفت نظرك بس حتى تكون على حذر. عم تفهم علي؟ كون على حذر. فهمت الخطة أستاذ فرحان؟ فهمت شو عم أقول لك؟ نعم فهمت معلم، فعلا خطة ذكية، بهنيك من كل قلبي. لك يا أخي مو وقت التهاني هلا، روح حضر حالك للاجتماع وركز على الأفكار يلي بدك تحكي فيها. حاضر أستاذ، بس عفوا أمتى نويت تسوي الاجتماع؟ هلا بعد نص ساعة. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. غادة؟ يا غادة. نعم أستاذ. الله يرضى عليكي، بلغي كل مدراء الاقسام والمهندسين لاجتماع طارئ بعد نص ساعه. اوكي. يعطيك العافيه. الحقيقه يا شباب، وبدون مقدمات، انا بعترف اني اخطات كثير باداره الشركه، والاعتراف بالخطا دائما يسجل للانسان فضيله. هذا من جهه. من جهه ثانيه، بكل مرحله من مراحل العمل لابد من اخطاء، وقديما قالوا من لا يعمل لا يخطئ. بس يا ترى مين فينا يلي رح يتحمل اخطاء المرحله الماضيه؟ مين؟ جاوبوني لشوف مين يلي بيتحمل الخطا. طبعا انا. نعم انا، لا تستغرب، انا بتحمل جزء كبير من الخطا، بس بالمقابل الجزء الاخر بتتحملوه انتو. سألوني ليش؟ ليش استاذ؟ لانكم طنشتوا، شفتوا بعينكم الغلط وطنشتوا، سكتوا، قلتوا لحالكم شو دخلنا بوجعة الراس، فخار يكسر بعضه، نحن بنقبض راتبنا اخر الشهر وصلى الله بارك. بس هالشي غلط، غلط كبير، غلط قاتل،
غلط جسيم وليكن بمعلوم الجميع انه مبدا فخار يكسر بعضه مبدا سلبي وانهزامي وعواقبه وخيمه على الصالح العام قبل الخاص، واهم نتيجه من نتائجه انه المسؤول بيرخي بدل بيتقاعس بيقول لحاله يلا طالما ما في حدا عم يدقق وكله ماشي فخليني نايم بفراشي وان شاء الله يطير الهوا شاشي، المهم باخر الشهر اقبض معاشي. بس مبدا كله ماشي مبدا غلط، مبدا هدام. شو هالحكي؟ مبدا في منتهى الوقاحه والرزاله وقله الادب، ونتائجه مضره بالصالح العام قبل الخاص اي مضره. لذلك وحسب ما تقدم المفروض قبل كل شيء يكون في عندكم غيره، يكون عندكم غيرة إيجابية على الصالح العام. طيب جاوبوني، في حدا منكم كان غيور على الصالح العام بالمرحلة الماضية؟ في حدا؟ ما في جواب. No comment. معناها ما في حدا للأسف الشديد. ولعلمكم هالمبدأ هاد مبدأ ما في حدا لحدا، مبدأ انهزامي. تراجعوا يا أخي، غير مسؤول، لأنه بالواقع ضروري يكون في حدا لحدا. بس السؤال الذهبي، مين هالحدا؟ طبعاً ما رح تعرفوا تجاوبوا، بس أنا رح جاوبكم. هالحدا هو الإنسان الشجاع الغيور الإيجابي يلي بيوقف بوش المسؤول وبيقول له عندك، وقف عندك، لا تتحرك، don't move, stop. وين رايح بهالعشقة؟ وين؟ انت غلطان وستين غلطان. ولك اشتهيت، يا ربي اشتهيت على ربي مرة واحدة بس يفوت على مكتبي اي واحد منكم ويقول لي انت بهالامر اخطأت، هذا القرار مو صحيح، هذا التصرف مو سليم، بالعكس كله بيسكت وبيطبطب لي وبيطيب لي. بقى يا جماعة انا رح قلكن ياها وبالفم والمليان، يلي بيحبني بينتقدني بينقدني، ويلي بيكرهني بيتستر على عيوبي وبيلاقلق لي. وانا من جهتي رح افتح قلبي وصدري ومهجتي الكم، بانقدوا قد ما فيكم، انقدوا مشان الرسول، انقدوني ببوس ايدكم، عبروا عن ارائكم، قوموا عوجاجي، ما انا الا بشر غير معصوم. بس المهم يا جماعه يكون النقد بناء وبيخدم الصالح العام. وانا من هاللحظه هي من هلا رح ساوي لكم الثلاث مجلات حائطيه، وغير هيك باب النشر مفتوح للكل للكل دون استثناء. وطبعا كل شيء مسموح نشره، كل شيء، وما في عندي اي محظورات او خطوط حمراء على الاطلاق. طبعا خذوا راحتكم على الاخر، ابروا لي اقلامكم، عبوا لي محابركم، شمروا عن كمامكم واكتبوا، وتأكدوا تماما اني ما رح ازعل ابدا. استهدفوا شخصي ما في مانع، عملوني الدريئة تبعكم، لا جناح عليكم ولا ما يحزنون، يعني حتى لو رسمتموني كاريكاتير، مطيتوا وشي، كبرتوا كرشي، ألفتوا علي اغاني ونكت، ما عندي مشكلة وما رح اتعقد من هالموضوع. انا بسترشد بنقدكم، بكبر بنصائحكم، وكل ما أرجوه وأتوخى أنكم تكونوا هضمتوا مفردات المرحلة القادمة، ويلي رح يكون شعارها إيد بإيد وكتف بكتف، حتى نبني ونعمر، وحتى يزداد هذا الوطن العربي شموخا وعزة وفخارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعي عنوان المقال يلي بدي حطه بجريدة الحائط. تفضل. سوق التخطيط والإدارة أوصل مؤسسة الصيصان والفراريج نحو شفير الهوية. شو هذا أستاذ بديل؟ كتير متقل العيار. لا لا متقل ولا شيء، مو هيك بده الأستاذ همام؟ إيه ما اختلفنا هيك بده، بس مو لهالدرجة؟ إيه ما حدا حدد لنا الدرجة ولا الهامش اللي ممكن نكتب فيه.
بقى بتصور انه الهامش مفتوح. بعدين ما هو قال بتمه ما عاد في خطوط حمراء؟ بقى شو رايك بهالعنوان؟ ما بقدر اعطيك رايي، بس اسمع مني، لا تتحمس كثير ولا تندفع زياده عن اللزوم. كيف يعني يا غنوه؟ يعني يا اما خفف من حده مقالك، يا اما اذا انت ناوي تنزلها مثل ما هي نزلها بدون توقيع. هيك قلتي؟ ايه طبعا. يعني ليش لحتى تنطبش الشربه براسك انت اول واحد؟ انا اللي بقصده انه انت بس تشوف المناخ العام صار منيح بتقدر تنزل باسمك الصريح ومن دون اي خوف. والله يا غنوه عم تحكي عين العقل. معناتها مثل ما قلتي رح نزل هذا المقال مثل ما هو هيك بشريط الحائط بدون اسم احسن. اي وانا هيك رايي. طيب انت مالك مجهزه مقال؟ لكن انا مجهزه مقال كثير كثير قوي وكلياته ارقام وحقائق. بس يعني استنيها للعدد الجاي، اول شيء شوف المناخ العام. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالمقال شو سماوي، ولك منين جايب هالحكي ولا؟ إذا بتحب بغيره أستاذ. لا 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 تغيره، بالعكس منيح، يعني كل ما كان المقال قوي الأمور لصالحنا بتمشي، وبهالصورة منخلي غيرك يتشجع ويكتب ويكشف حاله. يعني أستاذ نزل المقال بالعدد الأول؟ ما في مانع نزله، وأوعى تنسى تحط اسمك الثلاثي وبالخط العريض. ها حاضر أستاذ، تأمر شي تاني؟ لا لا سلامتك، انصرف. شكرا. السلام عليكم. ما بخفيكم ابدا اني كنت سعيد كثير لما قريت العدد الاول من مجله الحائط، وسعادتي كانت اكبر لما لمست روح الجراه والصراحه والنقد البناء بهالمقالات، خصوصي المقاله اللي عم تحكي عن سوء الاداره. مقاله جريئه مكتوبه باسلوب نقدي تهكمي لاذع مر ساخر بتذكرنا بتشيكوف وعزيز نسيم، لأنها مكتوبة بلهجة أدبية عالية ومحبوكة حبك وتلامس الواقع ملامسة صادقة وعميقة. بس للأسف الشديد صاحب المقال ما حط اسمه، مو مشكلة معلش، ما حد ما بده ما نجبره. وفي مقال تاني عم يحكي عني وكيف إني عينت خمسة من أقربائي بمناصب مهمة بالشركة، وأنا بقول لصاحب هذا المقال إنه كلامه صحيح 100%، وأنا رح أشكل لجنة خاصة لدراسة وضع هؤلاء ويلي بيستاهل منخليه، وإذا كان قرايبي منخليه، معلش ما بتخرب الدنيا، وإذا ما بيستاهل الله معه قلبي داعي لو ما بيلزمنا. وفي مقالة تانية أو تالتة بالأحرى قوية جدا، صدامية صدامية كثير، وعم تتناولني بشكل مباشر، وكاتب المقال ما بخفيكم هو الأستاذ فرحان أبو رملي، فيا ريت كل ياكل سفورة للأستاذ فرحان. أستاذ فرحان أنا بتشكرك كثير على هالمقال، وأنا بسبب جرأتك وشجاعتك وموضوعيتك قررت اني اصرف لك مكافأة شهرين من الماهية بتاعتك. حيوا معي الاستاذ فرحان الغيور على مصلحة الشركة. الله وكيلك ما صدقت عيوني يا غنوة. معقولة؟ معقولة يصرفوا له مكافأة شهرين؟ شايف؟ والله كسبها الفرحان. اخ اخ شو ندمت لاني ما حطيت اسمي على المقال وما استغليت جو الديمقراطية اللي عم تعيشه الشركة هالأيام. تاري الموضوع مو مثل ما تصورناه أبدا. بصراحة نحن ظلمنا الأستاذ همام بسوء الظن تبعنا. تاري الرجال يعني حابب يشتغل من قرب ورب وبدون عقد، الله يحييه. إيه والله يا بديع، هيك يبدو. يا لطيف، يا لطيف شو إجى على بالي وقف بنص الاجتماع وأصرخ بوش الأستاذ همام وأقول له أنا صاحب المقال اللي أنت عم تحكي عنه. بس ما بعرف شو صلي، ما بعرف شو صلي وخرست. إيه يلا ما صار شيء، ملحوقة. قلتك ملحوقة. بصراحة أنا حاليا عم جهز مقال أقوى من الأولاني مشان العدد الجاي. رح تنزل باسمك الحقيقي؟ طبعا ولو. وأنا كمان ناوية أنزل مقالتي بالعدد الجاي، لأنه على ما يبدو المناخ صار مشجع تماما. كيف تحول منزل المدير العام إلى مرآب للسيارات؟ المهندس بديع نادر. يا حبيبي وصلت الشغلة لسياراتي كمان. من المسؤول عن حالات الوفيات بين صيصان المؤسسة؟ المهندسة غنوة مغناج. والله كانت مخبأة بتيابها المهندسة غنوة. شايف معلم؟
فعلا هي غنوة ما كان حدا حازر عنا ابدا. اقارب ومعارف المدير العام ينعمون بفراريج المؤسسة. جمال منتصر. من هذا كمان جمال منتصر؟ هذا واحد فني بالمرآب سيدي. ها هذه اللي كان ناقص والله. سجلت الاسماء كلها بالبلاك ليست؟ كلها تسجلت سيدي. كم اسم طلع عندك؟ 9 اسماء. ماشي الحال، هات القائمة لشوف. تفضل استاذ. عفوا، شو ناوي تعمل فيهم؟ ما رح اعمل شيء، هدول عم يعارضوني ولازم استوعبهم وحاورهم. كل ما هنالك اني رح اتجنب شرهم فقط. كيف يعني استاذ؟ يعني الكبير فيهم إحالة على التقاعد، ويلي ما وصل لسن التقاعد تجميد بالبيت، وبقية الشباب نقل على فروعنا بالمحافظات، وهيك بيرتاحوا وبيريحوا. إخواني أحبائي، في إشاعة قوية عم تقول إنه حملة التنقلات والإحالة على التقاعد الأخيرة يلي صارت إلها علاقة بالأمور يلي انكتبت بمجلات الحائط. وأنا للتوضيح بقول إنه هالفكرة غلط تماماً، لأنه جدول التنقلات الأخير يلي صار إجاني من فوق، وأنا مالي يد فيه أبداً. وحملة التسريح حملة طبيعية يا أخي، لأنه في زملاء صغار بالسن صار لازم يندعموا وياخذوا فرصتهم. بقى لا تفكروا أبداً إنه نحن حاولنا ننتقم من حدا أو نسيء لحدا، وهي أكبر دليل على كلامي قدامكم. هاي الأستاذ فرحان أول واحد كتب مقال جريء وناقد بمجلة الحائط، وأول واحد حط اسمه الصريح على المقال، ويحوي قدامكم لساته ورا مكتبه، ما حدش قرب عليه. لذلك يجب ألا تصغوا للشائعات إطلاقا، وعلينا أن نستمر بالنقد البناء الهادف. ومرة تانية رح قلكم، كرمال الله يلي بيحبني بينقدني. انقدوني يا شباب مشان الله، انقدوني بموز ايدكم، انقدوني، لان الوطن العربي كما هو معلوم لا يقوم الا على اكتاف المخلصين من ابنائه، المخلصين الناقدين من امثالكم. وانني